فاهم شو؟ هو عند كارفور هون. ايه طبعا. هيدا بيجي معه هيك بتعملوه مغمس بالزيت وحمص على جنب وفجر وبس شطت رايح اي هي ايد اللي عندك معروف واحد فول بس ليك هيدا بس اول ومنافع ها ومن بعد اخذ لك يلا تفتح معك بقى خلص مليح مش صار شو بنعطيك شيء ثاني طب ليك انت عندك طبوق يا اخي خلص طبوق صحي وكل شيء ايد اللي عندك شيء بس ليك هيدا مع توم روايح مش شرط فينا نعطيك يا بلا توم ليش بيتاكل هو بلا توم؟ لا اطيب مع توم اطيب شيء مع توم يا زلمة توم شو بك؟ خلص بلا غير بتعرف شو؟ انا لاحظت اني جاي وماني جعان انا كمان فنجان قهوة ما بيشكي من شيء بس ما بدك قهوة بتعرف ليش؟ بتقلعك بالله لا ما عليك بالله انت اجد لعندك قهوة من مكان بيشرب قهوة بس بتعرف معك حق؟ بشو؟ تمام انا كاينه هيك بتسمع هيك دقات القلب القهوه هيك مش صوت هلا شو بك خيي شو بك عطينا لك المنيو كله شو بدك تاكل ولا بقى يلا من هون